وللحديث أكثر حول اجتماعات فيينا ينضم معنا الآن مراسلنا هناك نايف نوفل. أهلا بك نايف، ما هي أبرز الملفات التي ستطرح في الاجتماع؟ نعم، أبرز ملفات هذا الاجتماع الذي بدأ قبل نحو ساعة من الآن باكتمال وزراء خارجية الدول 17 المجموعة الدولية لدعم سوريا، بالإضافة إلى الأمم المتحدة المتمثلة بمبعوثها الخاص ستيفان دي مستورا والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية. أبرز ملفات هذا الاجتماع هي كيفية تثبيت الهدنة الهشة في جميع المناطق، الاقتتال في سوريا، لتشجيع وفدي النظام والمعارضة على استئناف مباحثاتهم التي قد شهدت عرقلة في الجولة الأخيرة أبريل السابق في جنيف السويسرية بسبب ما تسببه نظام الأسد من قصف وقتل عشوائي وحصار لمدينة حلب، وبذلك خروجه عن منصص مقررات مؤتمر ميونخ الذي نص على وقف الاقتتال في جميع المناطق. إذن هذه هي واحدة من أبرز ملفات هذا الاجتماع الذي يأتي في اليوم الثاني لمؤتمر فيينا. أيضا هنالك ملف آخر، ملف الإنساني وكيفية إيصال المساعدات. هنالك اتهامات للنظام الأسد بعرقلة إيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة وتسببه في المزيد من المعاناة للمدنيين في العديد من المناطق. هذان الملفان لابد أن يشكلان الجزء الأكبر من نقاشات هذا الاجتماع لتشجيع الوفدين، الوفد المعارضة، للعودة إلى الطاولة السياسية خاصة بعد تعرقلها في الجولة الأخيرة. جدير ذكره أيضا أن وزير خارجية ألمانيا فرانك شتاين ماير قد أدلى بتصريح قبيل دخوله إلى قاعة الاجتماع، تحدث عن ضرورة العمل المزيد من العمل لوقف هذا الاقتتال، وأكد أيضا على أن سوريا بحاجة ماسة إلى حل نهائي من دون وجود للأسد. هذا ما ذكره فرانك شتاين ماير قبيل دخوله إلى قاعة الاجتماع الذي من المتوقع أن يستمر لبضعة ساعات وينتهي بمؤتمر صحفي لوزيري خارجية الولايات المتحدة جون كيري والروسي سيرجي لافاروف اللذين يترأسان هذا الاجتماع. نايف، تصريح وزير خارجية ألمانيا شتاين ماير يجب أن يرحل بشار الأسد عن المشهد السياسي السوري، كأني يعني أفهم من هذا التصريح أن هناك جدية وجدية كبيرة من قبل المجتمعين في هذه الاجتماعات هناك في فيينا بحل الأزمة السورية السياسية. نعم، هنالك ضرورة، هنالك إجماع دولي على ضرورة إيجاد مخرج للأزمة السورية التي استمرت مدة طويلة، سنوات طويلة. شتاين ماير، هذه ليست المرة الأولى التي يدلي بها بتصريح بأن مستقبل سوريا لن يتضمن وجودا للأسد. هذه ليست المرة الأولى التي يذكرها شتاين ماير، لكن أيضا هذا الكلام يتناسب مع تأكيد موقف المملكة العربية السعودية الداعم للثورة السورية والذي يقف مساندة مع الشعب السوري في ثورته ضد نظام الأسد الذي تسبب بقتل وتشريد الملايين من السوريين. المهم أن يكون هناك جدية من قبل الدول الداعمة والمؤثرة عالميا. شكرا لك نايف نوفل مراسل الإخبارية، كنت معنا من فيينا.